أشاد أهالي قرية المراشدة التابعة لمركز ومدينة الوقف بمحافظة قنا بالجهود المبذولة من خلال مبادرة حياة كريمة، والتي أقامت العديد من المشروعات الخدمية التي افتتحها السيد الرئيس السيسي خلال جولتها التفقدية في أسبوع الصعيد. المزيد في سياق هذا التقرير. نشكر السيد رئيس الجمهورية على مبادرة حياة كريمة في قرى صعيد مصر لإخراج قرى صعيد مصر من الظلام الدامس كانت عايشة فيه إلى النور. حياة كريمة دخلت كل قطاعات الدولة فندم، ومن مياه شرب وصرف صحي وغاز طبيعي وترميم مدارس، وقامت وحدة صحية كاملة ومركز تنمية أمومة وطفولة كاملة في القرية. إحنا كأهل المراجدة وكمركز وقفة عامة كنا محرومين من هذه الخدمات لأكثر من 40 سنة، ولكن في ظل عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشروع حياة كريمة دخلت عندنا الغاز الطبيعي وضخ الغاز امبارح فعلا يعني، وعندنا الوحدة الصحية الأوروبية دي حديثة، عندنا مركز خدمات زراعية برضو تعمل في وحدة زراعية، في مركز إرشاد زراعي يستعين به المزارع بالمهندس الزراعي كإرشاد، في مركز تجميع ألبان، وده أول مرة يحصل في مركز من إحدى مراكز محافظة قنا. مجمع خدمات المواطنين هنا بيخدم 57,000 نسمة. طبعاً كانت الناس الأول بتضطر عشان تاخد الخدمات دي بتروح للبندر أو المركز، بتضطر إن هي تاخد مواصلة واثنين وثلاثة. إحنا طبعاً الأول قبل إنشاء المجمع ده كنا بنعمل حوارات مجتمعية مع المواطنين، نعرف إيه هم الخدمات اللي هم محتاجينها داخل المحافظة، إيه الحاجات اللي هي بتتعبهم، فإحنا عايزين نوفر عليهم وقت ومجهود ونفقات في الصرف. فبالتالي كل اللي تم من خدمات داخل المراشدة حالياً هي من طلبات المواطنين. في المجمع الزراعي لخدمة المزارعين وما يحتويه المجمع الزراعي من جمعية زراعية بناحية المراشدة، وكذلك المقر الإرشاد أو المركز الإرشاد الزراعي بقرية المراشدة، وكذلك الوحدة البطارية، وكذلك مجمع الألبان. النهارده فيه مجمع خدمات، بدل ما المواطن كان بيتحرك الى المدينه، لا النهارده بيعملها في مقر جنب بيته. الاضافه الجميله الجديده النهارده ان فيه مكتبه في قريه، مكتبه بتخدم الشباب، تعد الاولى داخل القرى في حياه كريمه.